في اليوم الثالث من شهر جانفي، أعلن المدرب الجزائري مجيد بوقرة عن قائمته من اللاعبين المحليين لخوض غمار كأس إفريقيا، والتي ضمت تشكيلة 9 لاعبين من اتحاد العاصمة و9 من شباب بولزداد، واكتفى بأخذ لاعب واحد في كل من نادي قسنطينة وسطيف وخنشلة وبارادو، وحيث اعتقد الكثير أملا منهم في أن تفشل الجزائر بتنظيم هذه المسابقة القارية. فافتتحت الجزائر ملعب نيلسون مانديلا الذي أبهر إفريقيا والعالم بجماله وتقنياته الحديثة، وكانت مباراة غانا والجزائر الودية أول مباراة تلعب عليه، والتي انتهت بالتعادل السلبي. فظن الجميع أن فريقنا لن يذهب بعيدا في هذه المسابقة القارية، فبدأت مباريات كأس إفريقيا للمحليين، وكانت أول مباراة للجزائر هي ليبيا، والتي انتهت بفوز الجزائر بهدف نظيف سجله أيمن محيوس في الدقيقة 57 عن طريق ضربة جزاء. واستغرب الجميع من الأداء المتواضع لفريقنا الوطني. وكانت المباراة الثانية ضد إثيوبيا والتي انتهت أيضا بفوز هدف لصفر عن طريق اللاعب أيمن محيوس، وكان في الدقيقة 52. والتسجيل في المباراة الثالثة كان مبكرا عن طريق اللاعب حسين محيوس في الدقيقة 7، إلا أن المباراة انتهت بنفس النتيجة 1-0. صعدت الجزائر لربع النهائي، وصعدت معه آمال الجزائريين في تحقيق اللقب، خاصة أن دورة تلعب في بلادنا، وواجهت منتخب كوديفوار والذي فازت عليه بنفس النتيجة وفي الوقت الإضافي هذه المرة عن طريق أيمن محيوس بضربة جزاء. فصعدت بعدها الجزائر إلى النصف النهائي، وهذه المرة لعبت نصف النهائي في ملعب وهران الذي كان فال خير علينا، وفزنا بنتيجة 5 أهداف نظيفة على منتخب النيجر لتصعد الجزائر إلى النهائي ولتواجه منتخب السنغال لتعيد معه أحلام الماضي. والنهائي العزيز لسنة 2019 والذي فزنا به ذلك اليوم وأصبحنا أبطال إفريقيا، لماذا لا نكررها اليوم ونصبح أيضا أبطال إفريقيا للمحليين؟ 1-2-3 فيفا الجيري. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.